أهلين وسهلين. أهلين. زينو بالبيت؟ هلأ في شغلة كتير محيرتني ماما زينو. خير يا طير. هلأ إيدالي بتعتبر انطلبت ووافقنا ولا مو محسوبي ولازم يجوا يطلبوها من أول وجديد؟ خلص يا أم عيون المها، إيه فهمنا؟ لا تزوديها علي. شوفي مهند، اجوا الدرك زينو خانوم. خير إن شاء الله. صباح الخير. أهلين حضرت الرقي. والله جايتنا ما بتسرع. شو الموضوع؟ الجثة اجت من تشريح اليوم وهي بالبراد، فيكن تاخدوها وتدفنوها. شو نتيجة التشريح؟ جريمة. شو؟ جريمة؟ عديم الشرف. جيمو، انت مين بتقصد بالضبط؟ رجل كلب، مين غيره؟ جيمو، اوعك تعمل شي غلط. جيمو، عم تفهمني؟ عم بحكي جد. انا بعتذر عن الخبر السيء. امشوا. خلص اهدى. بلال، درك اجوا، خبوا سلاح. اهلين وسهلين سيدي. عكاش لاغا هون؟ ايه هون. وابنه وبنته؟ كمان هون. منيح، خد لنا طريق. تفضلوا. خير ان شاء الله، ما في بالعاده تزورونا. اجوا الدرك بابا. أهلين حضرة الضابط. أهلين فيك، مرحبا. أهلين. أهلين. خير حضرة الضابط، ليه جايين؟ جيد لأخذكم سيد رجاء. تأخذنا لوين؟ على المخفر للتحقيق. تحقيق شو؟ جريمة كمال بيطلي. شو؟ جريمة؟ إيه نعم، جريمة. وشو دخلنا؟ خلونا نمشي. عكاش هو الوكيل؟ إيه هو. وإنت معون. تفضلوا، امشوا. سحبوا عائلة رجع المغفر بخصوص كمال آغا. بينة واضحة هن. مين أخذوا غير رجع؟ ابنه، بنته، وهذا الواطي عكاش. جماعة رجال بدنا نروح. جيمو، شو مفكر حالك عم تعمل؟ جيمو، رجع البواريد. جيمو، لا تتدخلي خلق ليف. يا ربي، لوين رايحين؟ ماما عملي شي الله يخليكي. يلا بسرعة، اجمعوا الرجال. يلا يلا يا شباب، خود هاي. يلا مهند. يلا أغا. يلا تحركوا بسرعة، جيبوا البواريد بسرعة. شو ناويين يعملوا؟ بدهم يعملوا مجزرة؟ شو هاد؟ جيمو، ماما زينو، جيمو، كرمال الله منعيهن. جيمو، لا تحاول تنكر رجاء آغا، الموضوع عم يلف ويدور ويرجع لعندك. كم مرة بدي أقول لك حضرة الضابط، ما لي علاقة بالقضية بنوب. الأمر طلع منك؟ أنا ما أعطيت هيك أمر. إذا أمرت بتقول أمرت؟ لا ما بقول. إيه شو لكان؟ ما كنت أنا بكون هون. أي حدا من الرجال بيجي لعنكون وبيسلم حاله بيقول لك صار يزاورني. لا هيك يوم اللي انقتل كمال وين كنت؟ يوم الحادثة وين كنت ومع مين؟ كنت بالأرض، أرض القطن، واقف مع العمال. يعني في عندك شهود؟ لكان. أنت بتعرفي لوين راحوا؟ الله يخليكي ما تخليهم يعملوا شيء. ترجمة
قربتي.